خلينا متفقين في أول كلامنا كده إن اللي نعرفه عن الكون وحقيقته هو مجرد فتات، واللي نجهله عنه قد حجمه تقريبا، ده لو أصلا إحنا نعرف حجم الكون. مجموعة من سكان المريخ تم إرسالهم للأرض في أواخر التسعينات في صورة أجنة وأطفال عشان يكبروا كبشر عاديين من أبناء الأرض، وبعلمهم وتقدمهم ومساعدة أهل المريخ ليهم من الخارج يقدروا ينفذوا مهام معينة ويمنعوا بعض الأمور إنها تحصل. ومن ضمن المهام بتاعتهم فتح بوابة أبو الهول، واللي على حد وصف واحد منهم إنها لو اتفتحت هيتغير شكل العالم اللي نعرفه دلوقتي، والكون كله مش هيكون زي ما كنا نعرفه قبل فتح البوابة. مدينة كاملة وعالم تاني مخفي تحت جسد أبو الهول وأسرار لا حصر لها، وإنه تم بناء تمثال أبو الهول فوق المدخل عشان يكون حارس للمدينة ويمنع الأغراب من الدخول. 4 بوابات يا سادة في جسد أبو الهول، من خلالهم هتقدر تروح لعالم تاني خالص. فليه تم التكتم عنهم؟ وفين اختفوا أبناء المريخ وعلى رأسهم بوريسكا، طفل المريخ اللي اختفى من كام سنة بس اختفاء غريب ومريب، وده بطل حلقتنا النهاردة. وإيه هي قاعة السجلات السرية اللي تحت أبو الهول اللي اتكلم عنها هيرودوت؟ كل اللي هنتكلم عنه النهاردة هتحسوا إنه خيالي، بس زي ما قلت لك إحنا حرفيا علمنا محدود جدا. الثوابت اللي كانت قوانين علمية زمان طلعت علوم وقوانين بعدها بتنفي كل الثوابت اللي كانت قبل كده، فأي حاجة تسمعها وارد تكون صح ووارد تكون غلط، وارد تكون صح في الوقت الحالي ويتغير أمرها في المستقبل وتبقى خيال أو أمور مغلوطة مثلا، كل شيء وارد. تعالوا النهاردة نفهم إيه القصة مع بعض. بس قبل ما نبدأ حلقتنا كالعادة بفكركم ضروري جدا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وأكيد إنكم هتدونا لايك تقديرا منكم لمجهوداتنا. أكتر شيء بيدعم المحتوى اللي أنت بتحبه هو إنك تدعم الفيديو بلايك وكومنت وشير، ده اللي بيخلي المحتوى يتشاف ويبقى أقوى. ادعمونا. هتشرف كمان بمتابعتكم ليا على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك، هتلاقوا كل اللينكات تحت في الشرح. أنا كريم العدوي، يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. من سنين قليلة جدا اختفى الطفل العلامة صاحب النظريات الغريبة والتقدم العلمي المريب واللي حير كل علماء الأرض في أمره، بوريس كبريانوفيتش أو بوريسكا، طفل المريخ المعجزة، وده الاسم اللي أطلقته عليه وسائل الإعلام العالمية، واللي ظهر فجأة واختفى فجأة. تعالوا نبتدي الحكاية من الأول. سنة 1996 في روسيا اتولد طفل من أب وأم عاديين جدا، الأم كانت طبيبة، الأب كان موظف، ناس عادية. وبعد أسبوعين فقط من ولادته أبوه وأمه حسوه إنه غريب. بعد 14 يوم بس من ولادته الولد لقوه بيحاول يقوم يقف على رجله. الله، ده بيقف وبيحاول يمشي، عمره أسبوعين، مش منطقي يا صديقي. ما المنطقي ده اللي احنا تعودنا عليه، يعني الأمور المتكررة واللي مع التعود بقت هي دي المنطقي، هو ده اللي بنسميه منطقي. فأزمنة تانية وأماكن تانية المنطقي اللي عندك غريب عندهم، والغريب اللي عندك منطقي عندهم. المهم إن بوريسكا أما عمره بقى سنة ابتدى يتكلم وقادر انه يرسم ويلون، سنة ونص بقى قادر انه يقرأ، وما بقى عمره سنتين دخلوه الروضة اللي هي الحضانة، وده كان بسبب نموه العقلي السريع وسرعة تعلمه وسرعة حفظه المخيفة، وده الشيء اللي كان بيذهل اي حد يقعد معاه، كان عنده قدرات غير طبيعية في الحفظ والتكرار. الكلام ده كله هو عمره سنتين بس. والدته ذكرت في تقارير وافلام وثائقية اتعملت عن بوريسكا انها لم تتعمد تعليم الولد اي حاجة من اللي بيقولها او بيعملها دي، وانه حتى لو هي حاولت فعمره وسنه ما يسمحش انه يكون فاهم وواعي بالصورة دي. ده على حسب منطقنا احنا، شايف كل الكلام اللي قلنا ده ولا ليه اي لازمة قدام الكلام اللي جاي. ركز معايا بقى في اللي جاي ده. فجأة الولد لقوه بيتكلم في العلوم والفيزياء، وبيتكلم عن النظام الشمسي وعن الارض والمريخ، وتكلم بتفاصيل غريبة عن كوكب المريخ، تكلم كلام مثبت عن المجرة، يعني العلماء لقوا ان كلامه صح، وتكلم عن الحضارات وبالذات الحضارة المصرية القديمة وبالتفصيل كمان، وتكلم كمان عن حضارات محدش سمع عنها قبل كده. من هنا ابتدى الولد يلفت النظر ليه، بقى يتعمل له جلسات مع علماء وصحفيين من كل بلدان العالم، وابتدى يتعرف اسمه على مستوى العالم كله، وابتدوا يدخلوا معاه في تفاصيل اكتر واكتر. قال لهم انه كان عايش حياة قبل كده على كوكب المريخ، وانه مريخ في الاصل ومش ارضي، وانه مش لوحده على الارض، وتم ارساله هو ومجموعة من سكان المريخ عشان ينفذوا مهام كبيرة على الارض، ومنها منع الحرب النووية اللي قربت تحصل بين الدول. الكلام
الكلام ده قبل كل الكوارث اللي بنمر بيها دلوقتي، سواء بقى انتشار امراض او حرب روسيا واوروبا او المشاكل اللي ما بين امريكا والصين وتايوان دلوقتي وغيرها كتير من الاحداث. الاطباء اخضعوه للفحص والاختبارات ولاحظوا ان الطفل عنده معرفه كبيره جدا ومثيره للدهشه، ومعرفته الكبيره بتدور حوالين علوم الفلك ونظام الكواكب والنجوم وتاريخ الحضارات القديمه والارض. معلش يعني حجم المعرفه دي صعب على عقل الطفل انه يستوعبها حتى لو قعدت سنين تحفظها له حفظ. الموضوع محير فعلا. كان كل مره وعلى مدار سنين يحكي قصه حياته، سواء بقى فيلم وثائقي او مع مجله او في جريده، كان بيحكي تفاصيل قصه حياته بنفس الصوره ومش بتتغير اي تفصيله ولا بينسى ادق التفاصيل. قال كمان ان زمان حصل حرب كبيره على المريخ، وان الحرب ما بين اهل المريخ وبعضهم هي اللي قضت على الغالبيه العظمى من شعب المريخ ودمرت الكوكب، وان اعمارهم على المريخ غير الاعمار على الارض، وانهم صرمديون واجسامهم اطول من اجسام الارضيين ومتقدمين تقنيا عن سكان الارض بكتير، حتى انهم وصلوا لحل لغز السفر عبر البوابات النجميه، ودي اللي بالمناسبه اثبت وجودها العلماء زي اينشتاين وغيره، واللي من خلالها بتقدر تسافر من مكان لمكان عن طريق البوابات النجميه وفي نفس اللحظه، وان الرساله او المهام اللي نازل بيها هو وغيره هي منع حدوث حرب نوويه على الارض زي ما قلنا، عشان ما يحصلش للارض نفس النهايه اللي حصلت على كوكبهم، وانه لو قاده الارض ما سمعوش ليه فالارض هتواجه مصير كارثي ومخيف. النهارده موضوعنا هيتركز على بوابات ابو الهول اللي اتكلم عنها بوريسكا، ولكن قبل ما نتعمق في موضوع البوابات هنتكلم الاول عن اختفاء بوريسكا اللي زي ما ظهر فجاه وشغل العالم كله. اختفى فجاه وبصوره غريبه جدا، ومش هو لوحده، ده هو ووالدته اختفوا تماما. كل الصحفيين والاعلاميين فشلوا تماما انهم يعرفوا عنه اي حاجه. بوريسكا في وقت تصوير الحلقه دي عنده دلوقتي 28 سنه، وبالرغم من ده مش هتلاقي ليه اي صوره خالص وهو شاب. كل الصور اللي موجوده ايام ما كان طفل، والصور دي كلها كانت من خلال الافلام الوثائقيه والصحف والمجلات، حتى ان كل الافلام الوثائقيه اللي اتصورت معاه اختفت تماما هي كمان. بعض سكان مدينته في روسيا اللي هي مدينه فولوغراد قالوا ان الحكومه الروسيه هي اللي حطت ايدها عليه وانه تحت حمايتها، ومحاوله الوصول ليه هتكون مستحيله. اختفائه الغامض والمفاجئ خلى العالم يركز مع كل كلمه قالها اكتر. على الرغم من الخيال الكبير في قصه بوريسكا، الا انك حتى لو قررت ما تصدقهوش فانت مش هتقدر تنكر المعلومات اللي قالها، اكنه بيحكي لك فيلم خيال علمي محبوك بالملي. واللي اكد كلامه اكتر بعض النقاط اللي اتكلم عنها وهو ما شافهاش بعينيه، والنقطه بتاعت لما اتكلم عن البوابات اللي موجوده في جسم ابو الهول، والولد ما زارش مصر قبل كده، وقال انه معاه سر فتح بوابه ابو الهول والدخول للعالم الداخلي، وان اللي موجود جوه قادر يغير شكل العالم والبشريه دلوقتي. تعالوا نشوف مع بعض ايه القصه. بوريسكا قال تفاصيل كتيرة جدا عن الحضارة المصرية القديمة، وقال ان الهرم الاكبر جواه الاف الاسرار المذهلة اللي لم تكتشف حتى الان، ولكن اللي وقف عنده الاعلام اكتر هو كلامه عن ابو الهول. قال ان في راس ابو الهول في بوابة بتقدر من خلالها تدخل جوه التمثال، ولو قدرتوا تدخلوا جواه فشكل الحياة على الارض هتتغير تماما، وطبعا ده في اشارة منه لوجود شيء مهم بالداخل. حتى ان الاعلام الغربي وقتها قال ان بوريسكا بينتمي للحضارة المصرية القديمة. طبعا الاساطير والحكايات والاسرار اللي موجوده عن الاهرامات وابو الهول لا تعد ولا تحصى، بس كلام الولد ده بالذات لفت نظر علماء وباحثين كتير جدا على مستوى العالم، واعاد الاضواء للبحث ورا ابو الهول من جديد. في بعض الاثريين في مصر علقوا على موضوع بوريسكا وقالوا ان كلامه لا يمكن رفضه وفي نفس الوقت لا يمكن قبوله وتصديقه. الحاجه الوحيده اللي تخلينا نصدق او نرفض اننا نبحث ورا كلامه وساعتها نفصل في اللي قاله. قالوا كمان ان دلوقتي بقى موجود اجهزه علمية حديثة جدا نقدر من خلالها نعرف ايه اللي جوه ابو الهول والتجويف الداخلي اللي فيه. ستتغير حياة الانسان والبشرية عندما يتم فتح ابو الهول. الاثريين قالوا ان فعلا على مدار السنين وفحوصات العلماء والاثريين، وانه مع كل حفر حوالين الهرم او ابو الهول كان بيظهر معهم سراديب واسرار غريبة جدا. ابو الهول يا سادة على حسب الفكر الدين القديم فهو حامي الجبانة، وتقال ان تحته انفاق كبيرة بتودي لاماكن لم تكتشف الى الان. في باحث
في علم المصريات قال انه قدر يوصل لغرفة من صنع الانسان تحت تمثال ابو الهول عن طريق انه عمل مسح باجهزة معينة بينت له فراغ تحت التمثال، والفراغ ده ابعاده بينها الجهاز، وبتقدر مساحتها 12 متر طول في 9 متر عرض، وان المساحة دي او الغرفة دي تحت التمثال ب5 متر عمق. والتقنية دي بيسموها التصوير المقطعي الزلزالي، وبيقال ان دي في الاغلب ممكن تكون هي قاعة السجلات اللي العالم كله اتكلم عنها على مدار التاريخ كله، وان الغرفة ليها زوايا قائمة وحواف حادة بصورة مترتبة. وهنتكلم بعد دقيقة من دلوقتي عن قاعة السجلات وبالتفصيل، بس افتكر المقاس اللي اتقال عليه من شوية للغرفة اللي تحت ابو الهول. في احد الاثريين الكبار قال ان مفيش اي مدينة تحت ابو الهول ولا حاجة، مع انه سابقا نفس العالم الكبير ده اكد ان في 4 انفاق في جسم تمثال ابو الهول. كل نفق ومدخل ليه قصة شكل، الاول موجود في الجزء الخلفي من التمثال في مؤخرة ابو الهول، وده عليه تحذيرات مكتوبة انه ممنوع اي حد يدخل جواه، وان اللي هيدخل هيكون الموت مصيره. وده اللي حصل فعلا مع عالم امريكي اتوفى بعد دخوله بكام شهر. والنفق الثاني في الجانب الشمالي من التمثال، والمدخل ده مقفول وهيئة الاثار منعه فتحه. والنفق الثالث وهو خلف لوحة الحلم اللي ما بين رجلين ابو الهول، والرابع في ظهر التمثال في اعلى راسه، ده غير الفتحة اللي تحت ودن ابو الهول. طب لو مفيش حاجة تحت ابو الهول، الانفاق دي او المداخل دي بتودي فين؟ وبعد كده تم انكار ان في اي مداخل في ابو الهول، وانه تمثال خرساني صب وغير مجوف. الله، مع العلم ان كان في صور زمان لدخول بعض الاثريين من الفتحات دي لداخل تمثال ابو الهول نفسه. الصور دي اتشافت من الجميع، بس اختفى كتير منها على الانترنت بصوره غريبه. في سلالم يا سيد في النفق او المدخل الخلفي اللي في جسم تمثال ابو الهول، وبعد ما بتنزل السلالم دي بتاخدك لغرفه، ومنها لاسفل واسفل لغرفه اكبر. الكلام ده تقدروا تبحثوا عنه على فكره. سنه 1798 الرسام فيفانيت دينون رسم صوره لابو الهول، وكان في التمثال فتحه فوق راسه في الصوره، وكان باين في الصوره انهم بيسحبوا شخص من جوه ابو الهول. وفي صوره كمان جويه قديمه لابو الهول، وواضح جدا فيها ان في فتحه في راس ابو الهول من فوق، ولكن بعد كده تم سد الفتحه دي، وواضح في الصوره جدا مكان الفتحه ومكان السد. طيب ايه قصه قاعه السجلات السريه؟ قاعه السجلات السريه يا سيد بيقال انها مكتبه فيها معظم اسرار الحضاره المصريه القديمه وحضارات تانية كتير، والقاعه دي بيقال انها كانت موجوده ايام حكم الملك امحطب. وبيقولوا ان قاعه السجلات السريه هي مفتاح لفهم حضاره وتاريخ البشريه الحقيقي، وانها بيت المعرفه بالنسبه للمصريين القدماء. طبعا هم مش عارفين مكانها فين، المفترض يعني انه محدش عارف مكانها فين، بيشكوا انها تحت الهرم او تحت ابو الهول، وبالتحديد تحت رجليه اليمين، او جوه هرم من الاهرامات في غرفه محدش لسه وصل لها. وبيقال انها بتحتوي على اسرار موقع قاره اطلنطس المفقوده، والكلام ده كله مدون على برديات في سجلات من الذهب. علماء زي روبرت سكوتش وتوماس دوبك عملوا فحوصات سنه 1998 بالرادار تحت ابو الهول، وفعلا وصلوا لنفس التجاويف اللي اتكلمنا عنها اللي موجوده تحت التمثال، وان التجاويف دي هي اللي هتوصلنا للغرف المجهوله. اللي بياكد وجود الغرفه دي هي ان المؤرخ هيرودوت اتكلم عنها بنفسه ووثقها في كتبه عن زيارته لمصر، وقال عنها: لقد رايت في الواقع عملا لا يمكن وصفه بالكلمات، لان جميع مباني الاغريق واعمالهم مجتمعه اقل بكتير من كل هذا الجهد المبذول، والنفقات الكبيره جدا لصنع تلك المتاهه، حتى ان هذه المتاهه تفوق الاهرامات التي تعجز عن وصفها الكلمات. ركز، قال عليها متاهه، ده كلام مين؟ هيرودوت. الكلام ده كتبه هيرودوت في قصه تاريخيه الكتاب الثاني 148. ومش بس هيرودوت اللي زار الغرفه السريه، في مؤرخين كتير دخلوا الغرفه دي ووصفوها في الكتب بتاعتهم. في باحث الماني اسمه اساناسيوس كيرتشر خد كل الابحاث والاوصاف دي، وابتدى على اساسها يرسم ويصمم تصميم تخيلي مصور لقاعه السجلات السريه. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي طلع معاه. الراجل قال لك ان قاعه السجلات عباره عن 12 غرفه مع بوابات متقابله، 6 قاعات على الجانب الشمالي و6 قاعات قدامهم على الجانب الجنوبي، وفي جدار بيحيط بيهم كلهم من الخارج، والغرفه جزء منها بيكون علوي فوق سطح الارض وجزء منها سفلي تحت سطح الارض. تصميم فعلا غريب. في كلام بقى مهم جدا، انه تم اكتشاف قاعه السجلات السريه فعلا سنة 2008 يا سيد. تم اكتشاف معبد تحت الارض عن طريق مجموعة باحثين مصريين وبلجيكيين. المتحف ده كان في مجمع تحت الارض في منطقة اسمها هوارة، دي منطقة قريبة نسبيا من هرم امنمحات الثالث، وانتشرت الابحاث دي في مجلة نرياج العلمية، بس في نبزة بسيطة كده على جنب يعني، واتعمل مناقشة للابحاث دي في جامعة جينت في بلجيكا، بس في لحظة اتوقفت مناقشات كل الابحاث عن الموضوع ده، وعلى حسب المصادر تم اغلاق منطقة الاهرامات لمدة سنتين كاملين.
من 2008 ل 2010، وتم بعدها إصدار قرار بمنع الدراسة والحفريات في منطقة الأهرامات وأبو الهول. القصة ما كانتش بس عن اكتشاف هوارة، الموضوع كان فيه أبحاث أقدم من كده بكتير. شهر مارس سنة 1935 الصحف العالمية كتبت عن المدينة السرية، وفي صحيفة ساندي إكسبريس اتكتب مقال من كاتب وباحث اسمه إدوارد جيشاج، يا رب أكون قلت اسمه صح. المهم الراجل ده وقت ما كان في مصر حضر وقتها أعمال تنقيب عن مدينة مصرية قديمة كان بيعتقد وقتها إنه عمرها بيتعدى الـ 4000 سنة، وبعد كده برضو الموضوع اختفى واتسكت عنه بصورة غريبة. الكلام ده إمتى؟ سنة 1935، وفجأة العلماء ما كملوش تنقيب ورا المدينة اللي تحت الأرض وركزوا بعدها في أمور تانية واكتشافات تانية وأبحاث تانية. غريب، نفس القصة تقريبا بتتكرر. في ألغاز كبيرة جدا وكتيرة جدا حوالين الحضارة المصرية القديمة وبالذات الأهرامات وأبو الهول، وموضوع قاعة السجلات ده موضوع قديم وممكن فعلا يكون تم اكتشافه، بس ليه لغاية دلوقتي لم يتم الإعلان عن نتائج الاكتشاف وإيه اللي ممكن يكون موجود جوه؟ موضوع كمان إن أبو الهول تمثال خرساني ده مش منطقي برضه، لأن لون جسد أبو الهول غير لون الراس، وده بيدل إن الجسد من خامات والراس من خامات تانية في الأغلب. يعني لو غرفة السجلات أو المتاهة الغامضة زي ما بيسموها لو فعلا موجودة أو تم اكتشافها، فهي بالفعل هيكون جواها أسرار لا تعد ولا تحصى عن كل الحضارات القديمة والحضارة المصرية القديمة بالذات، وأكيد طبعا هيكون فيها كنوز كبيرة. المهم إن لسه كلامنا ما خلصش عن الموضوع ده، وعشان تعرف أكتر اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس ضروري جدا عشان يوصلك كل جديد، وأكيد إنك هتدينا لايك تقديرا منك لمجهوداتنا، وما تنسوش إنكم تشوفوا الحلقات اللي فاتت. لو عجبتك الحلقة دي شيرها مع أصحابك، هتشرف بمتابعتكم، هستفيد وأتعلم من آرائكم ومقترحاتكم. تواصلوا معايا على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك، هتلاقوا كل اللينكات تحت في الشرح. كل أمنياتي للجميع بالنجاح في الحياة. أنا كريم العدوي، إلى اللقاء في حلقة جديدة.